عن الحب يقول سقراط: الحب جحيم. ويقول شكسبير: الحب جنون. ويقول أرسطو: الحب لعنة. ويقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة بكل ثقة: الحب ليس بجحيم، وليس بلعنة، وليس بجنون، الحب ثقة كما تعلمنا من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ويقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: ما رأيت للمتحابين مثل النكاح. أي معنى هذا: إذا نظر الرجل إلى امرأة وأحبها فعلاج ذلك الزواج بها. النبي عليه الصلاة والسلام قال الزواج لأنه لا يؤيد الفراق، لأن القلب إن حب فسيبحث عن كل شيء تجاه من يحب، ممكن يوصل المحرمات. لذا أنصح كل أب وكل أم، إن كانوا أبنائكم يرغبون في زواج من يحبون فادعموهم، لأن هذا حق لهم، والحياة مع الشريك هم الذين سيعيشونها.